تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، نظمت وزارة الصحة حفلة افتتاح مؤتمر البحرين الدولي الأول لنقص المناعة المكتسبة، وذلك بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الطبي بالمملكة. المؤتمر الذي يمتد على مدى يومين يشارك فيه أكثر من 400 من الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من مختلف دول العالم حضوريا وعبر الاتصال المرئي. جاء مؤتمر البحرين الدولي الأول لنقص المناعة المكتسبة من أجل وضع قاعدة تتيح للقائمين عليه والمشاركين فرصة التباحث وتبادل الخبرات لمواكبة أحداث المستجدات الطبية العالمية في مجالات الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة والتشخيص والعلاج وتقديم سبل الرعاية الصحية للمصابين بهذا المرض. والحقيقة أن تنظيم المؤتمرات العلمية في مواضيع مختلفة تهم يعني الصحة العامة وتهم الناس مهم جدا، لأداء الاطلاع بأحدث وسائل العلاج وأنجع وسائل العلاج، وهي طبعا يعني ما بيصير إلا بالتواصل بين المختصين في مختلف أنحاء العالم بحيث كل واحد يعطي تجربته، فمن هذه التجارب الواحد يستفيد بأفضل نوع أحسن نوع في العلاج في هذا الموضوع، وإن شاء الله يكون هذه المؤتمرات مستمرة وكثيرة. وهي دليل على يعني حيوية القطاع الصحي في البحرين. مؤتمر البحرين الدولي الأول لمرض نقص المناعة المكتسبة يعكس الاهتمام اللي توليه مملكة البحرين للوقاية والترصد والتشخيص المبكر والعلاج لجميع الأمراض السارية بصفة عامة ومرض الإيدز بصفة خاصة والمتعايشين معه. توفير مثل هاي المؤتمرات أو إتاحة مثل هاي المؤتمرات تعكس الدور الكبير اللي تلعبه مملكة البحرين كمركز إقليمي متميز يضم خبرات وطنية ويجلب خبرات إقليمية وعالمية لتبادل التجارب الناجحة والبحوث. طبعا في هذا المؤتمر راح نسلط الأضواء على كل الإنجازات اللي تمت في مملكة البحرين، على مشاركة الخبراء والمتحدثين من جميع أنحاء العالم موجودين معنا إن شاء الله اليوم، وراح يتطرقون إلى سبل الوقاية من المرض، التشخيص والعلاج حتى نصل إلى أعلى درجة من النوعية في العلاج لهذا المرضى. وإن شاء الله يستمر هذا المؤتمر على مدى يومين، وفي تفاعل الحمد لله، عندنا أكثر 500 حضور موجودين معنا اليوم، وإن شاء الله يستفيدون من هذا المؤتمر، وراح نشارك تجربة البحرين وتفاعلها مع خطط الخطة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة المرض مع خطط منظمة الصحة العالمية. المؤتمر شهد في يومه الأول تقديم أوراق علمية من الخبراء والاستشاريين والأكاديميين حول مرض نقص المناعة المكتسبة وسط مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، في حين سيشهد المؤتمر في يومه الثاني العديد من المحاور الأخرى المتعلقة بمرض نقص المناعة المكتسبة. الهدف الرئيسي لإقامة المؤتمر الدولي الأول عن مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب هو نشر الوعي بين العاملين الصحيين في البحرين وفي المنطقة وعلى مستوى العالم من أجل العلاج والوقاية من هذا المرض وكيفية التعامل مع المرضى المصابين وتقديم العناية المناسبة لهم من ناحية الأدوية المناسبة، من ناحية الدعم النفسي والدعم الاجتماعي أيضا. مؤتمر البحرين الدولي الأول لنقص المناعة المكتسبة يهدف إلى تطوير القطاع الطبي من خلال استضافة الفعاليات العالمية وتبادل الخبرات والبحوث مع الخبراء والمختصين من جميع دول العالم.